أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. And if we had ordered them، ولو كتبنا عليهم، ولو أمرناهم، saying قلنا kill yourselves، اقتلوا أنفسكم، بمعنى the innocent ones kill the guilty ones، البريء يقتل المذنب، or اقتلوا أنفسكم أو leave your homes أو خروجوا من دياركم، very few of them قليل منهم would have done it، قد تفعلوا. But if they had done، ولكن لو فعلوا what they were told، ما أمروا، أي ما what Allah has told them to do، it would have been better for them، لكان خيرا لهم. ولو فعلوا ما يوعظون به، ما أمروا أن يفعلوه، لكان خيرا لهم. And would have strengthened their faith، وأشد تثبيتا، أي تثبيتا على الإيمان. It would have strengthened، لقوى their faith، إيمانهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. And if we had ordered them saying kill yourselves، i.e. the innocent ones kill the guilty ones or leave your homes، very few of them would have done it. But if they had done what they were told، it would have been better for them and would have strengthened their faith. اللهم اجعلنا ممن يفعل ما يوعظ به وثبتنا في إيماننا. اللهم آمين. والله make us of those who follow your orders and of those whose faith gets strengthened all the time. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.